السؤال. واحد يلومني بأسلوب شديد اللهجة، ربنا يسامحه فيه، لأني لم أسمح بالطلاق، وخاصة إذا كان هناك انفصال لمدة سنة أو أكثر، وهذا يشجع على الانحراف. يا ابني، أنا مجرد خادم للكتاب المقدس ونفذ شريعة الإنجيل. الإنجيل بيقول لا طلاق إلا لعلة الزنا، كما هو وارد في متى 5:32، متى 19:9، مرقس 10:11، لوقا 16:18. فهل أنا أعصى الإنجيل من أجل الذين يطلقون ويريدون الزواج؟ في سبب آخر يسمح به الإنجيل في الانفصال، إذا كان أحد الزوجين تحول إلى ديانة أخرى، كما هو موجود في كورنثوس الأولى 7:15، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. فعايزني أكسر آيات الإنجيل وأخليها قاعدة لمن لم ينجحوا في حياتهم الزوجية، يبقى هم يغلطوا وأنا أكسر الإنجيل من أجلهم؟ الكلام ده مش معقول. فأرجو أنك أنت ما تكونش قاسي اللهجة وتبعت لي كلام غير لائق بسبب عدم السماح بالطلاق.